بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد. نحن تم التقدم اليوم بعد معارك ضارية من منطقة المجفجف إلى منطقة الشاق والاستيلاء عليها. تقدمت الجبهة ما لا يقل عن 8 كيلو متر وتم تدمير عتاد للحوثيين سيتم تصويره، وأيضا تم الاستيلاء على المواقع كما ترون. هذا جبل الشاق بالكامل تم الاستيلاء عليه. الآن مواقع قيمة الحجم في أعلى الجبل وأسفله، وكذلك في الرمال هذه الصحراء تم أيضا الاستيلاء عليها. وهذه بفضل الله وبفضل دعم التحالف، بفضل يعني حنكة قائد كتيبة الحزم العقيد أحمد صالح العقيلي، مع يعني قل الإمكانيات ولذا، ولكن يعني جهد المقاتلين وإصرارهم وتوكلهم على الله هو الذي يعني حقق النصر. منا قدمنا شهداء وما زلنا سنقدم شهداء حتى يعني يتم تحرير اليمن، وكما قال القائد عبد ربه منصور سنرفع العلم على مرات، لن نتوقف هنا، لن نتوقف هنا ان شاء الله. الفوق هذه لمنطقة الساق، معنا عدة مواقع في قمة الجبل هذا، وهي مصر. Thank you.